سرغيلي بخيس، السلام عليكم ورحمة الله. منذ انطلاق الحفلة الانتخابية عرفت أثمان مواد غذائية كثيرة ارتفاعا ملحوظا، مما دفع عددا كبيرا من المواطنين لشن حملة انتقادات واستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حسب ما عينته جريدة إسبريس، فقد عرفت أسماء مختلفة من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا من درهم إلى درهمين في مناطق متنوعة بالمملكة، كما انتقد المواطنون ارتفاعا حتى في فواتير الماء والكهرباء. أما من جانبها، فقالت الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك إنها لاحظت في الآونة الأخيرة في ظل انشغال المواطنين والحكومة بالحملات الانتخابية ارتفاعا وزيادات مهولة في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية.